اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. اهلا بكم في حلقه جديده من الستيت سبيس ابروتش، والنهارده هناخد ازاي نمثل الدوائر الكهربيه بالستيت سبيس، وهنغطي ثلاث امثله من مثال واحد لمثال ثلاثه، وثلاث امثله سهله ان شاء الله هنبدا بيها، ودي اول حلقه في تمثيل الدوائر الكهربيه بالستيت سبيس. خدنا قبل كده الستيت سبيس للسنجل انبوت سنجل اوتبوت سيستم. الدوائر اللي هناخدها في حلقه النهارده عباره عن سنجل انبوت سنجل اوتبوت. كنا بنتكلم على الستيت ايكويشن والاوتبوت ايكويشن. الستيت ايكويشن كانت اكس دوت بتساوي اي اكس زائد بي يو، والواي في الاوتبوت ايكويشن بتساوي سي في اكس زائد دي في يو. قلنا اليو هي الانبوت، وعندي كمان الاكس هي الستيت فيكتور اللي بيحتوي على الستيت فاريبلز بتاعت الدايره او بتاعت السيستم عندي، وعندي كمان الواي هي الاوتبوت. طول ما هنتكلم على سنجل انبوت سنجل اوتبوت يبقى يو ابعادها واحد في واحد عشان تبقى سكيلر انبوت او سنجل انبوت، والواي هتبقى عندي واحد في واحد عشان تبقى سكيلر اوتبوت او سنجل اوتبوت. وقلنا كمان ان البي عباره عن كنترول ماتريكس، وقلنا كمان ان الاي هي السيستم ماتريكس، وعندنا السي هي الاوتبوت ماتريكس، والدي الفيد فورورد ماتريكس. هناخد اول مثال، عندنا دايره بسيطه كده الانبوت اللي هو في، وعندنا كمان هنا مقاومه وملف، والتيار اللي بيمر في الدايره هو اي. عايزين نمثل الدايره دي بالستيت سبيس، وهنجيب حالات مختلفه للاوت. نركز مع بعض كده، في اي دايره كهربيه عندي عشان افرض الستيتس فاريبلز عندي بتبقى عددها بناء على عدد العناصر الخازنه للطاقه في الدايره الكهربيه. هنا عندنا كام عنصر خزن للطاقة؟ واحد، لأن الملف والمكثف يعتبر عناصر خازنة للطاقة، فبالتالي عندي ملف وحيد في الدايرة يبقى عندي ستيت وحيدة. أما المقاومة فهي عنصر فاقد للطاقة، بيعمل ديسيبيت للباور لكن هو مش بيخزن الباور، يبقى المقاومة عنصر فاقد للباور وليس خازن للباور. يبقى عندي كده زي ما خدنا قبل كده ان في ال اللي هو جهد الملف بيساوي ال تفاضل تيار، وتيار الملف هنا عموما هو تيار الدايره، لانه تيار الدايره بيساوي تيار الملف زي ما احنا شايفين. وبالتالي يبقى الاكس عندي وهي الستيت فاريبلز، الستيت فاريبلز وهي ستيت وحيده بتساوي اي، هي دايما بختارها بتيار الملف. يبقى الستيتس لو عندي ملف بختارها بتيار الملف، ولو عندي مكثف بختارها بجهد المكثف. الاكس انا جبتها هي بتساوي اي، بحتاج اكس روت بتساوي تفاضل التيار. معروف من معادله جهد الملف عندي اللي بيتفاضل في المعادله هنا هو تيار الملف، فدايما بارامتر عندي اللي بيتفاضل بختاره بالستيتس. هنلاقي هنا تيار الملف بيتفاضل فبختاره بالستيتس. يبقى في اختيار الستيتس في الدوائر الكهربيه الخاصه او اللي فيها ملفات ومكثفات بختار عددهم بناء على العناصر الخازنه للطاقه. شروط او حالات اختيار الستيتس بتعتمد على لو كان عندي ملف الستيت الاولى بتبقى تيار الملف، الستيت الثانيه لو كان في مكثف بتبقى جهد المكثف، وهكذا بناء على عدد الستيتس اللي بتعتمد على عدد العناصر الخازنه للطاقه في الدايره. يبقى بالتالي زي ما قلنا عندي تيار الملف هو اللي بيتفاضل، يبقى بختاره بالستيتس. يبقى الستيتس هي تيار الملف، ومعروف تيار الملف هو تيار الدايره، يبقى بفضله اكس دوت بيساوي يبقى تفاضل التيار عندي. في معلومه مهمه في النهايه، طول ما انا عايز تفاضل تيار الملف ادور على جهد الملف من الدايره، تمام؟ يبقى طول ما انا عايز تفاضل تيار الملف بدور على جهد الملف من الدايره، لان انا عندي جهد الملف بيساوي ال دي اي باي دي تي. دي اي على دي تي دي المطلوبه اللي انا عايزها، هتساوي ايه؟ في ال على ال. لو انا حصلت على في ال من الدايره يبقى حصلت على تفاضل التيار، يبقى انا ادور على جهد الملف. عشان ادور على جهد الملف هنلقى الفي انبوت هنا بيساوي جهد المقاومه زائد جهد الملف، وبالتالي عندنا هنا انا محتاج جهد الملف زي ما قلنا. طول ما انت محتاج تفاضل تيار فبالتالي لازم ادور على جهد الملف. جهد الملف بيساوي ايه؟ الفي انبوت عندي ناقص عندي جهد المقاومه، وجهد المقاومه اصلا بيساوي ار في اي. طب والاي هي ايه؟ ستيت من فوق. طول ما البارامتر اللي هيظهر هو ستيت من فوق ما عوضش عنه، يبقى خلاص الاي هو ستيت من فوق. يبقى نروح لدي اي باي دي تي. طب في المعادله اللي فوق الفي هي الانبوت، يبقى خلاص طول ما المعادله علاقه في الانبوت وعلاقه في حاجه بتدل على الستيت يبقى الموضوع منتهي. هروح لتفاضل التيار، انا محتاج تفاضل التيار بيساوي ايه من المعادله هنا؟ في ال على ال، او 1 على ال في ال. طب الفي ال من فوق هجيبها، يبقى 1 على ال مضروب في المعادله دي، تطلع بالشكل ده. واحنا لسه قايلين ان الاي هي الستيت والفي هي الانبوت، فانا بشيل الفي بحط مكانها يو، فبقول ان اليو هي الفي
او هي الانبوت بتاع دايره وبيمثل الانبوت في الستيت اكويشن. ومعروف الدي اي باي دي تي هنا عباره عن اكس دوت، وعندي نفس الثابت بينزل، الاي هو الستيت والفي هي اليو، يبقى دي المعادله الاولى الخاصه بالستيت اكويشن. وزي ما احنا شايفين الاي هو اللي مضروب في الاكس، اما الثابت اللي هنا المضروب في اليو هو البي، يبقى الاي هو الثابت اللي مضروب في الاكس، اما البي هو الثابت المضروب في اليو. ده في الستيت اكويشن. معادله الستيت اكويشن ثابته للدايره الواحده مش بتتغير. هنا ممكن انا اغير الاوتبوت، يبقى نفس الدايره اهي، وتعلمنا ان الستيت وحيده بتساوي اي واليو بتساوي في الانبوت. اول مطلوب الاوتبوت هنا ممكن يتغير بناء على المساله او هو طالب ايه. اول حاجه انا طالب الاوتبوت هو الاي، انا طالب الاوتبوت هو تيار الدايره. طب هو تيار الدايره بيساوي ايه؟ بيساوي الستيت عموما، لان ده فرض الاساسي اللي انا فرضه في بدايه المساله. يبقى الستيت دي، يبقى دي عباره عن السي، السي في الاكس، يبقى السي هنا بواحد. هل في حاجه مضروبه في اليو؟ لا مفيش، يبقى الدي بزيرو. هو في الحقيقه موجود اليو دي موجوده هنا في المعادله، اليو موجوده بس مضروبه في زيرو، فبالتالي الدي ماتريكس عندي بزيرو. مطلوب تاني في المساله، لو انا عايز الاوتبوت عباره عن الفي ار اللي هو جهد المقاومه، جهد المقاومه من هنا بيساوي ايه؟ ده بيساوي ار في اي، طيرها في مقاومتها. طب ما الار زي ما هي والاي هي الاكس، يبقى ممكن اقول كده ار في اكس، وبالتالي السي كابيتال ماتريكس عندي عباره عن ار، وهنا زائد يو مضروبه في زيرو، يبقى الدي ماتريكس عندي بزيرو. هروح لمطلوب تاني، الواي بتساوي في ال جهد الملف. طب ما جهد الملف بيساوي ايه؟ ممكن اجيبه من العلاقه دي، جهد الملف بيساوي ال تفاضل تيار. طب ال تفاضل تيار، ما تفاضل تيار عباره عن ايه؟ اكس دوت. ارجع تاني للسلايد اللي فاتت تلاقي تفاضل التيار عباره عن اكس دوت، فهتبقى ال اكس دوت. ما اكس دوت دي عباره عن معادله انا جايبها في المعادله اللي فاتت اللي هي اللي اسمها ستيت ايكويشن اهي، وهضربها في ال من بره تطلع بالشكل ده. ده حل، وممكن واحد يفكر بطريقه ثانيه يقول لك ان واي عباره عن جهد الملف، مجهود الملف ده بيساوي ايه؟ الانبوت ناقص جهد المقاومه، يبقى الانبوت ناقص جهد المقاومه. طب جهد المقاومه بيساوي ايه؟ ار في اي، يبقى الاي هو ستيت باكس والانبوت عندي مش بيتغير، يبقى عندي الواي داله في الانبوت والستيت، يبقى هتبقى سالب ار، هشيل الاي باكس وزائد الفي هي اليو، وبالتالي هنا هتلقى المعادله اللي فوق هي المعادله اللي تحت. يعني انت ممكن تحل بالطريقه دي او بالطريقه دي، الاثنين صح. الفكره كلها ان لازم يطلع الحل النهائي واحد. هنا السي ماتريكس اللي مضروبه في اكس عباره عن سالب ار، الدي ماتريكس هنا بواحد. يبقى لاحظنا من السلايد اللي فات ان الستيت ايكويشن ثابته لنفس الدايره مش بتتغير. الفكره كلها ان ممكن يغير الاوتبوت بتاع الدايره، بمعنى ان في الحاله الاولانيه كنت عايز الاوتبوت هو تيار الدايره وطلعت عندي الاوتبوت ايكويشن، الحاله الثانيه انا عايز الاوتبوت هو جهد المقاومه وطلعت الاوتبوت ايكويشن، الحاله الثالثه انا عايز الاوتبوت هو جهد الملف وطلعت الاوتبوت ايكويشن عندي. فالاوتبوت معادلته ممكن تتغير بناء على المطلوب هو طالب ايه، لكن الستيت ايكويشن الخاصه بالسيستم مش بتتغير، تمام؟ لان خاصه بالدايره والدايره مش بتتغير، يبقى الستيت ايكويشن مش بتتغير. نروح لمثال رقم 2. هنلاحظ هنا ادي الانبوت عندي، وادي مقاومه وادي مكثف، وادي الجهد على المكثف اسمه في سي، تمام؟ وبحط البولارتي عادي خالص، وفي تيار في الدايره اسمه اي. واضح من الدايره هنا في مكثف وحيد، يبقى عندي ستيت وحيده هيتم فرضها، تمام؟ هفرض الستيت بايه؟ ركز معايا كده، جهد المكثف عباره عن واحد على سي تكامل تيار، او تيار المكثف بيساوي سي تفاضل جهده. هنلعب العلاقة هنا، مين اللي بيتفاضل؟ جهد المكثف اللي بيتفاضل، فبالتالي الستيت بيتم فرضها بناء على الاليمنت او البارامتر اللي بيتم تفاضله في الدايرة. جهد المكثف هو اللي بيتفاضل، يبقى الستيت هفرضها بجهد المكثف، ودي حالات ثابتة، يبقى الملف الستيت بفرضها بتيار الملف، والستيت لو حالة مكثف بفرضها بجهد المكثف. يبقى أنا عايز إيه؟ هي ستيت وحيدة خلاص، أنا محتاج إكس دوت بتساوي تفاضل جهد المكثف على تياره، باخد المعادله دي افاضل. انا الفكره كلها انا عايز تفاضل جهد المكثف، تاني انا عايز الاكس دوت اللي هي تفاضل جهد المكثف، بعمل عمليه عكسيه، طول ما انا عايز تفاضل جهد المكثف يبقى انا ادور على تياره، لان تفاضل جهد المكثف من هنا بيساوي ايه؟ اي على سي، يعني تيار المكثف على سي، وبالتالي لو انا حصلت على تيار المكثف وقسمته على سي هيديني تفاضل جهد، يبقى انا ادور على تيار المكثف في الدايره. مبدئيا الانبوت بيساوي جهد المقاومه زائد جهد المكثف، تمام؟ طب انا لو شلت الفي ار دي وقلت عباره عن ار في اي، طب ما الاي هو عباره عن ايه؟ تيار مكثف، وبالتالي الفي سي ده عباره عن ستيت، وعندي ده الانبوت، يبقى انا محتاج الاي سي بس في طرف، تمام؟ يبقى هجيب تيار المكثف من العلاقه دي، هنلقى هو داله في الانبوت والفي سي اللي هو الستيت عندي، خلاص كده. يبقى مباشره هنا من هنا تفاضل جهد المكثف بيساوي 1 على سي تيار، طب ما تيار المعادله انا جايبها فوق، يبقى مباشرة واحد على الار اضربها في واحد على سي في المعادلة، تمام؟ تطلع بالشكل ده. تعال مع بعض، الدي
في على الدي تي اللي هي هنا من المعادلة دي عبارة عن تفاضل الستيت، جهد المكثف مضروب في سالب 1 على ار سي. الفي سي هنا هي الستيت اكس، والثابت ينزل زي ما هو. الفي هي اليو، تمام، هفرض الفي هي اليو 1 على ار سي، وزي ما احنا شايفين الاي هو اللي مضروب في الاكس، وعندي هنا اليو مضروبه في الثابت ده هيبقى هو البي ماتريكس عندي زي ما احنا شايفين. وزي ما قلنا دي عباره عن الستيت ايكويشن، دي مش بتتغير لما تكون لدايره ثابته، مش بتتغير، بتعتمد على الستيت والانبوت. الستيت هو جهد المكثف، اما الاوتبوت ممكن يتغير بناء على هو طالب ايه. هنشوف حالات كتير. اول حاله الاوتبوت انا عايزه جهد المكثف، طب ما هو جهد المكثف عباره عن الستيت، تمام، يبقى مباشره السي هي اللي مضروبه في الاكس، السي هنا عباره عن واحد. طب الدي، اليو مضروبه في زيرو، يبقى الدي بزيرو عندي. نروح للحاله الثانيه، الاوتبوت عايزه جهد المقاومه، جهد المقاومه عباره عن ايه؟ ار في اي، تمام. طب الاي من هنا هو الاي هنا بتاع الدايره او تيار المقاومه هو نفس تيار المكثف، تيار المكثف بيجي من العلاقه دي، هشيل الاي واعوض بالعلاقه دي تطلع بالشكل ده. تفاضل جهد المكثف عموما عباره عن اكس دوت، وادي الار سي عندي قدام. الاكس دوت انا جايبها من السلايد اللي فاتت، هبتدي اعوض عنها واضربها في ار سي تطلع بالشكل ده. ده حل. ممكن حل تاني، واحد يقول ده انا عايز جهد المقاومه عباره عن ايه؟ جهد الانبوت ناقص جهد المكثف. يبقى ممكن احل تاني اقول ان جهد المقاومه بيساوي جهد الانبوت ناقص جهد المكثف. معروف ان عندي جهد المكثف هو الستيت مضروبه في سالب، والفي هو الانبوت عندي يو، وبالتالي هتلقى الحلين صح اهو نفس الناتج. حل بالطريقه دي او دي مفيش مشكله. هنلقى السي عباره عن سالب واحد والدي عباره عن واحد. هنروح للحاله اللي بعد كده، لو انا عايز الاوتبوت هو تيار الدايره، ما هو تيار الدايره هو تيار مين؟ المكثف، وتيار المكثف اجيبه من العلاقه دي. مباشره نعوض هنا، التفاضل الجهد المكثف هو الاكس دوت من اول سلايد في المثال، وهنشيل الاكس دوت من الستيت ايكويشن واضربها في سي تطلع بالشكل ده. او حاله ثانيه ممكن اقول ان التيار اللي انت عايزه الاوتبوت هو التيار، هو طالب كده، ما هو التيار عباره عن ايه؟ جهد المقاومه على قيمتها، يبقى التيار بيساوي جهد المقاومه على قيمتها. طب ما جهد المقاومه بيساوي ايه؟ الانبوت ناقص جهد المكثف بالشكل ده. الفي سي هي ستيت والفي هي الانبوت، يبقى مفيش حاجه تتغير في المعادله دي، مجرد ان انا افصلها. يبقى اقسم الفي سي على ار هنا، تبقى الستيت مضروبه في واحد على ار بسالب بره، والفي انبوت على ار، يبقى ادي اليو في واحد على ار بره، يدينا نفس الحل اللي فوق مفيش اختلاف. من هنا هنلقى السي سالب واحد على ار، والدي عباره عن واحد على ار. نروح لمثال ثلاثة. مثال ثلاثة هنا هنلقى ادي الفي انبوت عندي مقاومة وملف مكثف. في كم عنصر خزن للطاقة في الدايرة هنا؟ عنصرين، اللي هو الملف والمكثف. يبقى أنا هفرض عندي اتنين ستيت، هفرض اتنين ستيت. طب الاتنين ستيت هفرضهم بإيه؟ زي ما قلنا إن اللي بيتفاضل في الملف هو تيار، واللي بيتفاضل في المكثف هو جهده. يبقى الاتنين ستيت، أول ستيت بختارها بجهد المكثف، الستيت التانية بفرضها أو بختارها بتيار الملف. وتيار الملف هو نفس تيار الدايره مفيش اختلاف. دول الاثنين ستيت عندي. اول ما افرض الاثنين ستيت بيساوي عناصر خزينه الطاقه، هبتدي افاضل الستيتس دي، افاضل اول معادله، يبقى اول معادله فاضلتها ايه، واروح لتاني معادله مباشره افاضل. المطلوب في المساله ان انا ابدا اجيب مين؟ اجيب الاثنين دول، تمام، اجيب الاثنين دول. ركز معايا كده، هبتدي باكس واحد دوت، بتساوي ايه اصلا؟ بتساوي تفاضل جهد المكثف. طب ما هم العلاقه هنا تفاضل جهد المكثف بيساوي ايه؟ تيار المكثف على سي، ما تيار المكثف هو نفس تيار الملف. يبقى هنرجع تاني نقول واحد على سي في تيار المكثف، تيار المكثف هو تيار الملف اللي هو اصلا تيار الدايره، وانت فرض تيار الدايره باكس 2، يبقى شيل الاي واكس 2، خلصنا من اول معادله. يبقى تاني انا عايز مين؟ تفاضل جهد المكثف، يبقى ادور على تياره، تياره اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن تيار الملف، ما اتغيرش، تيار الملف اصلا مفروض بستيت زي ما احنا حلينا هنا. دي أول معادلة. هنروح للجزء الثاني من المعادلة، أنا محتاج تفاضل تيار الملف أو تفاضل تيار الدايرة. تفاضل تيار الملف عبارة عن إيه؟ ده أنا محتاج جهد الملف الأول، يبقى أدور على جهد الملف. جهد الملف بيساوي إيه؟ ركز معايا كده، جهد الإنبوت بيساوي جهد المقاومة زائد جهد الملف زائد جهد المكثف، يبقى جهد الملف بيساوي إيه؟ جهد الإنبوت ناقص جهد المكثف ناقص جهد المقاومة. طلع بالمعادلة بالشكل ده. نرجع تاني، جهد المكثف ده ده ستيت من فوق من هنا، يبقى ما غيرهوش، الانبوت عندي مش بيتغير، اللي غيره بس جهد مين؟ المقاومه، جهد المقاومه عباره عن ايه؟ ار في اي، عباره عن ار في تيار الدايره، وتيار الدايره هو نفس تيار الملف اللي انت فرضه بالستيت، يبقى المساله خلصت كده، يبقى الفي ار عباره عن ار في اي، وقلنا ان الاي هو الستيت، خلاص ده الحل النهائي للمعادله. نرجع تاني، انا عايز تفاضل التيار، تفاضل التيار الخاص بالملف عبارة عن ايه؟ في ال على ال، تطلع بالشكل ده. واحد على ال اضربه في المعادلة اللي فوق دي،
يبقى الواحد على ال هضربه في المعادله اللي فوق واعيد ترتيب. تعال مع بعض نبدا كده. الفي سي هو اكس 1 مضروبه في الثابت ده، الاي هي الاكس 2 من هنا تمام مضروبه في سالب ار على ال، والفي هي الفي او ممكن اشيلها واحط مكانها يو تمام. يبقى اكس 1 دوت واكس 2 دوت المعادلتين على بعض اسمهم الستيت ايكويشن تمام. يبقى انا رتبتهم اهو، اول معادله عباره عن اكس 1 دوت بتساوي 1 على سي اكس 2، هعيد ترتيبها لازم تبقى داله في اكس 1 واكس 2 والانبوت، واكس 2 دوت لازم تبقى داله في اكس 1 واكس 2 والانبوت، لازم تفاضل كل ستيت يبقى داله في الستيتس كلها والانبوت. هنا 1 على سي اكس 2 خليتها زي ما هي، ضفت اكس 1 في الاول بزيرو والانبوت ضربته بزيرو، ورتبتها اكس 1 اكس 2 الانبوت. نفس النظام لو مع اكتر من ستيت، ابدا من اكس 1 لاكس ان والانبوت في الاخر، مع اكس 1 مترتبه في الاول واكس 2 مترتبه في الاول والانبوت. هبتدي احط دي على شكل ماتريسيز فورم، يبقى اقول اكس 1 دوت واكس 2 دوت من هنا، اكس 1 اكس 2 اكس 1 اكس 2 احطها في فيكتور، وابتدي احط القيم 0 1 على سي سالب 1 على ال سالب ار على ال بالشكل ده، زائد اليو هنا مضروبه في 0 واليو هنا مضروبه في 1 على ال، وده اسمها الستيت ايكويشن في الماتريكس فورم او الجنرال فورم بتاع الستيت ايكويشن. واقول له كده ان اكس 1 اكس 2 الفيكتور ده عباره عن اول حاجه زي ما انت فرض في المساله في البدايه في سي واي، وادي المكثف ايه وطيار. الاكس 1 دوت والاكس 2 دوت عباره عن ايه؟ التفاضلات بتاعت اللي فوق، يبقى تفاضل جهد المكثف وتفاضل التيار زي ما انت شايف. نروح بعد كده للاوتبوت، هو طالب ايه في الاوتبوت؟ هيطلب حالات مختلفة، أول حالة أنا طالب الأوتبوت عبارة عن جهد المكثف، طب ما جهد المكثف عبارة عن إيه؟ زي ما أنت شايف منين؟ هو ستيت واحد، يبقى هو إكس واحد، ينفع أرتبه في معادلة إكس واحد وإكس اتنين والإنبوت؟ أه لازم يبقى في إكس واحد وإكس اتنين والإنبوت زي ما قلنا، يبقى إكس واحد مع واحد وزيرو زيرو، حطها في الماتريكس فورم تطلع شكل كده، إكس واحد وإكس اتنين أهي ومعايا واحد زيرو، طب الإنبوت مضروب في زيرو ممكن ما أكتبوش هنا. واقول له مباشرة ان دي عبارة عن زيرو، اللي هي دي ماتريكس المضروبة في اليو في الاوتبوت ايكويشن عندي، تمام؟ الحالة الثانية ان الواي عايزها بتساوي الاي، هو عايز الاوتبوت عبارة عن تيار الدايرة، طب مش التيار عبارة عن اكس 2؟ يبقى مباشرة بيساوي اكس 2، يبقى اكس 2 احط معاها واحد اللي هي القيمة اللي هنا، واحط زيرو مع اكس 1 وزيرو مع الانبوت عشان احطها في الماتريكس فورم، تطلع اكس 1 واكس 2 وعندي زيرو واحد. لازم الاوتبوت يبقى داله في الستيتس اللي انت فارضها كلها اكس 1 واكس 2، اللي مش موجود في المعادله اللي هو اكس 1، عند اكس 1 اقبله كده الناحيه الثانيه يحط زيرو، قلنا ده لازم يبقى رو ده فيكتور عشان يبقى الاثنين يتضربوا في بعض يبقى سكيلر اوتبوت، وبالتالي هنا الدي بزيرو لان اليو مضروبه في زيرو. نروح للحاله الثالثه ان الواي بتساوي في ار، هو عايز الاوتبوت عباره عن جهد المقاومه، طب جهد المقاومه بيساوي ايه؟ مش ار في تيارها؟ وتيار المقاومه هو نفس تيار الدايره، وبالتالي تيار الدايره هو اكس 2، يبقى ار اكس 2، ممكن احطها في المعادله بالشكل ده زي ما احنا اتعلمنا، زي ما قلنا 0 في اكس 1 و0 في الانبوت، احول لها الماتريكس فورم بالشكل ده، يبقى عندي كده الدي برضه هنا بزيرو. نروح للحاله اللي بعد كده ان الواي بتساوي جهد الملف، طب ما جهد الملف بيساوي ايه؟ هل جهد الملف ليه علاقه مباشره مع الستيت؟ لا، نرجع نفكه تاني، يبقى جهد الملف بيساوي ال تفاضل تيار، وما تفاضل تيار عباره عن ايه؟ بص كده تفاضل تيار عباره عن ايه؟ عباره عن اكس 2 دوت تمام؟ يبقى ال اكس 2 دوت، ما هي اكس 2 دوت انا جايبها في السلايد الاولاني الخاص بالمساله، اعوض عنه اكس 2 دوت عوضت عنه واضربه في ال، واروح احصل على الناتج النهائي بالشكل ده، يبقى داله في اكس 1 واكس 2 والانبوت، او ممكن بطريقه ثانيه. جهد الملف عباره عن ايه؟ ارجع كده للدايره هتلاقيها عباره عن الفي انبوت ناقص جهد المكثف ناقص جهد المقاومه، ثاني يبقى الفي ال اللي هو جهد الملف بيساوي الانبوت ناقص جهد المكثف ناقص جهد المقاومه. طب ما هالفي سي ده عباره عن ستيت اللي هي اكس 1، والفي ار لا دي مش ستيت لازم افكها، دي لو فكيتها عباره عن ار في اي تمام. هبتدي ارتب المعادله عندي واحط الستيتس، بعد ما احط الستيتس كده اكس 1 واكس 2 بدلالتهم لان الفي سي عباره عن اكس 1 والاي باكس 2، ارتبها واحطها في الماتريكس فورم بالشكل ده، هتلاقي هنا المعادله الحل ده، خلي بالك ممكن تحل بالطريقه دي او الطريقه دي براحتك، المهم يطلع الناتج النهائي بالشكل ده، عندي ادي اكس 1 مضروبه في سالب 1 واكس 2 مضروبه في سالب ار، وادي اكس 1 اكس 2 والانبوت هنا مضروب في 1، يبقى دي عباره عن السي ماتريكس، اما الدي ماتريكس هنا عباره عن 1 تمام. وبكده انتهينا من فيديو النهارده، لو عندكم اي اسئله او استفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، وانتظرونا في الحلقه القادمه ان شاء الله هناخد 3 امثله اصعب شويه هيبقوا برضو يغطوا افكار كتير عشان يبقى الموضوع ده نثبته، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وشكرا جزيلا.